السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ هانيين؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ سمحوا لي طولت عليكم هاد المره شحال ما حطيتش. مرحبا بكم في قناه ام انتصار. غنشارك معكم هاد التقشيطه بالصم، ودرت لها غير الطريس ديال الجوج. شفتوا كيفاش جا؟ بزاف ديال البنات ما كيخدموش الصم، كيجي في الحقيقه كيجي واعر. يعني المعلمه اللي كتكون معلمه مزيان اللي كتقدر تخدم على الصم، لا فران ضال حصيره، راه كتجي ما شاء الله ما شاء الله، كتجي غزاله. والصم كيجي شويه صعيب في الخدمه. هو الخيط ديالنا، الحرير ديالنا، الصم ديالنا ودي، عفوا الصم كان نديرو كنبرموه على 4، جوج من هنا وجوج من هنا، هي تسمى على 4. والبوبينه راه كاينه الكبيره، ولكن كناخذوها هكا بالعبار، يعني بحال هادي ها 10 دراهم. كيعمر لك تقولي له جمع لي، دير لي عمر لي 10 دراهم، عمر لي 5 دراهم، شحال ما بغيتي كيعمروا لك مول الحرير، كيكون عند مول الحرير. والخدمه ديالو شويه تتكون صعيبه. انا راه درت ليها الدرس، يعني الدرس هذه اللي خدمها المعلم باليد كلها باليد. نتوما يا حقاش تب شويه مشبك، نتوما شوفوا كيفاش داير، منبت بالموزونه صغيره والعقيق، ومضو ودايره كامله بالستزيري، وفي القدام القدام هانتوما يا منضو بنص الزيري على 3، والعقد والخدمه كلها باليد، والعقد بلدي كما قلت لكم كله باليد، كلها 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 باليد، هي باش تعرفوها باليد، راه من هنا كتبان باليد. نوريكم دابا الخدمه ديال الصم، تتكون شويه صعيبه. يعني ملي كان، يعني راه بديت انا الدرسيات، ملي كنبداو نخدمو ديما هاد البره هادي تنبقاو ندخلو واحد الخيط يبقى لينا. تنبقاو بشويه ديما هاد الثقل اللي هذا ها كيبغي نخدمو بشويه باش يبقى لينا واقف، وما يكونش شي خيط مرخي. وديما تبتو بصبعنا بحال هكايا ها شويه، راه الثقل اللي قلت لكم تيبغي الاتقان في الخدمه بزاف. تبعوا بالبران، تبعوا صبعنا باش نتبتوه مزيان ويجينا. دابا هاد السنينات نبقاو نخدمو شويه بشويه، وباش تجينا واقفه بحال هكا، شوفوا السنينه كي دايره، تكون واقفه كنحاول ما امكن باش ما نضرقش ليكم بيديا. هاد السمره كيبغي ديما البرا ويديك معاه باش ما يتزاقلوش لنا دوك الخيوط. وهادي نوقفوها نبقاو بحال هكا نثبتو فيها. ندق حدا اختها جوج اللي كنديرو، ديما نبقاو نجبدو تنبقاو هكا مستمرين. دابا بزاف ديال الخياطه كيديروا داك الدرس ديالهم اللي كيديروا بالمعلم. ودابا انا بزاف كندير هاد السنينه ديال جوج او قنرفله او واحد الطريس فيه بحال
هو بحال القنوفله، ولكن هو ماشي قنوفله، كتكون عندنا فيه جوج سنينات وكتكون عنده حبيكه من الجنب، حتى هو كيجي واعر، تيجي تيحمق فوق فوق هذا سميتو الخدمه ديال المعلم. نثبتو ديما هذا باش كيجينا قلت لكم الضرس واقف. شفتوا كيفاش جا؟ كتجي هاد السنين هادي، هذا هو الضرس اللي تيكون راه واخا يتصبن واخا ما تيبقى ما تيطيحش كيبقى زوين، باش كتعرف المعلمه راه خادمه مزيان الضرس تيبقى واقف واخا كيتصبن، كضرب عندك الجلابه شحال تقشيطه اي مهم يتصبن، غير يتصبن ما يهبطش، هذاك هو اللي كيتسمى الضرس مزيان. شوفوا داك الخيط اللي تنقول لكم شفتوا كيفاش كي واحد كيتجبد واحد لا، يعني هذوك اللي خصنا ديما نتبعوا لهم يدينا وندخلوا البره بحال هكايا ونبقاو نقادو فيه باش ما يجيناش في الحرير، ما كيديرش بحال هكا بزاف قليل تاتي يسالي داك اللي مبروم مزيان هذا باش كيدير لنا بحال هكا، ولكن في الصم لا، في الصم صعيبه الخدمه ديالو شويه، يعني خاصها تكون وحده معلمه مزيان على باش تخدم الصم سورتو في الحصيره ولا طب الدرس كلشي الخدمه ديال الصم شويه صعيبه. شوفوا هاد ديما نثبتوها مزيان، ديما نجر كيما قلت لكم راكي ها تنقادوه مزيان عاد باش نشدوه بالبرا، كنشدوه بالبرا بحال هكايا باش يكون عندنا داك الرويس. ها شفتو ونحاولوا نجمعوا الطوق ما يجيناش دوك بحال المواج، كيجي الضرس كنخدمو كنجبدو الثوب ولا كيتجبد اغلبيه كيتجبد الثوب ولا كنقربو بزاف كنقربو بزاف الدقات ديال الضريس، يعني الا قدينا الدقات ديال الضرس ما كيجيوناش دوك المواج، كيتجينا مقاد الضرس وكيجينا الطوق. شوفوا الطوق كيفاش جا مقاد، كيجيوش دوك المواج شفتو كيفاش مقاد، كيجيوش دوك المواج هكايا ملويين في الضرس ديالنا في الكلم اللي كنلبسو جلابه او تكشيطه او قفطان او قميص او شي حاجه تلبسوها تلقى هكا الطوق ماشي مقاد ومحطوط. شفتو كيفاش جا؟ جا مقاد، ملي كيتصلح تيزيد يتقاد مزيان، هادي هي الخدمه النقيه والخدمه المزيانه. نوريكم في سميتو في الكم كيفاش جا ما شاء الله، تاهو في الكم شوفوا كيفاش جا في الكم، جا مقادين ما كاينش دوك المواج ما كاينش، شفتوا كيفاش جا؟ جا غزال، عندي غير في الثوق هكايا ها وفي الكمام، وكاينه اللبسه اللي كنديروا نهبطوا الا ما درناش ليها العقد كانت محلوله غنديروا لها ديك القفوله ولا نديروا لها شي حاجه، كنديروا لها الضريس كامل هابط وكيجي مفيني كيجي زوين. دابا هذا غادي نكملو كامل، عطيتكم الفكره غير على هذا الصم هذا ها الخدمه ديالو، والبريم نوريكم واحد الخيط ديال البريم كاين اللي تقول لك هذا سميتو هو هذا الصم على شحال كنبرموه، ها خيط واحد جوج شفتو جوج خيوط، علاش كنديرو باش كيجي رقيق كنشدو كنبرم برمه وحده جهه برمه الثانيه على جهه كنشدوه كنجمعوهم كنبرموهم هكايا، ها هو التبرم. شوفوا كيفاش جا، هذا هو الحرير مبروم، وإلا برمناه بحال هكايا ها ولا شي خيط ما جبدناهش كيكونوا اللويات فيه، ملي كنبغيو نخدمو ملي كنبغيو نخدمو هكايا ها الرندا كيبان لينا بحال معقود، يعني نحاول ما امكن الخيوط ديالنا نجبدوهم مزيان
الخدمه. وتنتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال الخدمه ديال الصم. ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم وكومونتيرات باش يوصلكم كل جديد ما عندي. وشكرا على المتابعه ديالكم والهلا يخطيكم. شكرا على الدعوات ديالكم والمتابعه. الهلا يخطيكم وبالسلامه عليكم. فيديو جاي ان شاء الله نشرح لكم على الدرس اللي قلت لكم داير بحال الشكل ديال القنوفله كيجي حتى هو في الطكاشط ان شاء الله. وبالسلامه عليكم.